صباح الخير عليكم، نتمنى راكم ملاح. معكم شيف ساغوس كان، متخصصة في الطبخ التركي. الوغ اول حاجة بين قوسين حبيت نتشكر بزاف لي فان تاعي اللي كانوا يسقسيو عليا عبر لاباج فيسبوك تاعي. اي فوالا ما تقلقوش عليا، دونك كنت نخدم خدامة ودركي ما لقيت الوقت حبيت جو بارطاج افيك فو سوب انغلي اللي هي كريم ديسير كيما يعرفوها الناس الكل، لكن على الطريقه التركيه اللي الاتراك كاع يديروها للضياف نتاعهم ولا لا ديغوست اونتر ولا بور لي غورمون اوسي يفون سيغمون ايمي. دونك بلا ما نطول عليكم هم ليكم المقادير. عندنا لهنايا خمس مغارف كبار تاع سكر كريستاليزي، 3 مغارف كبار تاع فارينه، زوج صفار بيض، ثلاثة مغارف تاع كاكاو من الكحل خير وخير، وعندنا اون طابلات شوكولا على حساب الذوق نتاعكم، وعندنا اوسي ليترا تاع حليب. درك اون باس نبداو على بركة الله. بسم الله نديرو كلش افخوا. بسم الله حط بهذا القدر، تكون شوفوا معبية تبالا ما لازم. ثلاثة مغارف انا درتهم مع بيان، سي بوغ سا راكم قاعدين تشوفوا ربعة. بسم الله يا ربي. بون نحطوا الكاكاو تحطوه هكذا بركة. الكاكاو من المستحسن لك حل، راني نقولها لكم ونعاودها لكم هكذا. يعني رايحين نخلطوا افخوا ونزيدو لو سكر. خمس مغارف، بسم الله، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. كما شفتوا لو سكر كما هزيتو قدامكم يعني هكذا او شويه بومبي، لكن ما تنساوش باللي راكم رايحين تخدموا باللو شوكولا. اون طابليت شوكولا عندنا لهنا 100 غرام تاع اون طابليت شوكولا، نسيت باه نقول لكم وبيان قلتها راني ننسى شويه. الوغ لهنا راح نخلطوا كلش مع بعضه لهنا هكذا، وهذه الليتره تاع حليب. فانا دو بريفيرونس نخدم بال اوبي او رامي او كونديا. فرانشمون انا الحليب تاع لي ساشي ما ندورش بيه باسكو سي با دو لي سي لا بودر. فوالا كيما تحصلوا كيما يولي هكذا نروحو نديرو نلموه بهذا بالحليب افخوا. بون لهنايا انا صبيت لا كونتيتي الاولى باسكو جافي با ان فوي، نسيت وين حطيتو. فوالا هاوليكم الخليط، حليت افخوا ونزيد نصب الباقي. ما هادو اللي ما يكونش عندهم فوي واللي ما يحبوا اللي ما يديروش بالحليب هادوما تاع الكارطون هادوما كونديا او دوطخ مارك، نجمو ديرو بالحليب تاع الساشيات، يعني كل واحد والمقدور نتاعو. الوغ دركا نزيد البيض، زوج صفار بيض ماشي كاملين، جوج صفار البيض بركا. فوالا صدقوني وفي وسط لا روسيت واش رايحه ندير، رايحه استدير في لا روسيت كيما استدير كون جو في افوار اون كريم اونكتوز une crème onctueuse. رايحة نديرها بلو سكر غلاس عفوا بلو كيفاش يقولوا افيك ان فير دو غلاسي بارد، يعني بارد باه يعني فريمون رايحين نتحصلوا على خليط يعني كيما يبرد وكلش، رايحة تكون لا كريم خفيفة ماشي ثقيلة. فوالا دركا رايحة نحطها في النار. فوالا
هاي ليكم درتها على نار هاديه كيما بدات تخرج في الفقاعات ولا السائل تاعنا خاطر كيما راكم قاعدين تشوفوا هاي ليكم شوفوا يعني راني نخدم سيرتو مع المبتدئات حطوا الشوكولا تاعكم 100 غرام شوكولا اللي تحبوه ونعاود نرجعها للنار حركوا هكذا باسكو بلا فارين تولي لا كريم تولي لا كريم ثقيله شويه ولا تحبوا ديروا النشا لي ميم ميزور تاع لا فارين النشا يعني 3 بون كوير تاع النشا ما تزيدوش الماء باسكو من بعد تولي خفيفه هكذا ولا انا نشوف انا سي با لا بين نرجع لها نزيد نرجعها للنار ديجا راهي دابت نجيب دركا كاس ما ماشي كاس ما يعني نص كاس ما بارد ولا تحلوا العين من قبل وتجيبوا شويه ما بارد منها بعد وبيان من الفريجيدار من المستحسن فوالا هاي الشوكولا داب تماما فوالا هاو ليكم الكاس انا درتو من العين بسم الله يعني بنت با اوبليجي تحطوا يعني الا شفتوها خفيفه زيدوا شويه برك المهم يكون بارد والا عندكم ان فوي سي اونكور ميو ديجا دوقتها درك ناقصه سكر هذه مليحه اللي ما يحبوش السكر بزاف دايوغ انا الحلوه تاعي كاع ناقصه سكر شوفوا كيفاش ولات خفيفه وكيما تبرد لا كريم ديسير هذه كيما تبرد تولي يعني فريمون خفيفه يعني كي تهزوها خفيفه وبنينه تنجموا ديروها بالذوق تاع الشوكولا تاعكم نتوما اللي تحبوه ميلكا اللي قادر يعني او امباسادور او كيما اللي درت بها انا هذه ماكسونتين مليحه فوالا هاو ليكم هاي ليكم نتمنى راكم قاعدين تشوفوا مليح نتمنى جاي بيان اكسبليكي لا ميثود نتاعها اي فو زالي لي سيرفير وين ما فين تحطوهم يعني في لي كوب لي عندكم انا عندي هادو بسم الله Bien sûr, bad, je vais nettoyer. Fellil, Inch'Allah, a dit des invités turcs. Donc, voilà. Ou qui m'a dit, subhanallah, il faut que je le turque. Parce que, comme Rahomet Gharbin, il sait que donc je comprends la situation de Hamlehna, il faut que je le turque, Indiana. فوالا درك نزينهم ونعاود نرجع لكم ان شاء الله اي فوالا لا فيديو توش ا سافا جيسبر كو لا فيديو هادي لا روسيت هادي خفيفه ظريفه تحليه تالمون ليجير تري فاسيل اي تري بون فوالا نعتذر على العفويه تاعي انا باسكو جو سوي توت افي ناتوريل افيك فو نتمنى كيما قلت لكم لا فيديو هادي عجبتكم وتجربوها وتتوفقوا في تحضيرها انا زينتها بالبيستاش واللوز والجوز وجوز الهند والنوازات لي سوريس كونفي الى عندكم ما تحبوا ديروها غير بالتزينوها يعني التزيين يبقى لكم نتوما فوالا نتلاقاكم ان شاء الله في الفيديو المقبل